السلام عليكم أبنائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، معكم السامية إمام من مدارس بدر تايجرز الخاصة. اليوم هنأخذ الوحدة الأولى الحركة الدورية. هنبدأ بالدرس الأول الحركة الاهتزازية. طبعا تعريف الحركة هي تغيير موضع جسم بالنسبة لجسم آخر ثابت. أي شيء بيغير موضعه أو مكانه يبقى في حالة حركة. هناك نوعان من الحركة، حركة دورية وحركة انتقالية. الحركة الانتقالية درسناها في الصف الأول الإعدادي، اللي هي بيكون ليها موضع بداية وموضع نهاية. الحركة الدورية ندرسها السنة دي في الصف الثاني الإعدادي، وهي الحركة التي تتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية. ده تعريف الحركة الدورية. هندرس في الحركة الدورية الحركة الاهتزازية والحركة الموجية. هنبدأ بالحركة الاهتزازية. الحركة الاهتزازية هي نوع من أنواع الحركة الدورية. إذا يبقى الحركة الاهتزازية هي الحركة إيه؟ الدورية، التي يحدثها الجسم المهتز على جانبي موضع سكونه، بحيث تتكرر على فترات زمنية متساوية. هنفهم الكلام دوت من رسمة البندول اللي أمامك. ده بندول بسيط، المنتصف موضع السكون، اليمين واليسار نقطة سي ونقطة بي. هنجد عند نقطة سي أو نقطة بي، ده بيكون أقصى إزاحة لكرة البندول، فيكون عندها السرعة بتساوي صفر. بينما نقطة إيه موضع السكون، بتكون السرعة أكبر ما يمكن. إذا كرة البندول بتتحرك على جانبي موضع السكون، أي يمينا ويسارا، وبتتكرر الحركة بتاع حركة البندول على فترات زمنية متساوية. إذن البندول أمثلة للحركة الاهتزازية. في أمثلة تانية للحركة الاهتزازية. الساعة اللي انت شايفها اللي قدامك دي ساعة البندول. شكرا نينا، الوتر المشدود في الآلات الموسيقية، حركة الزنبرك، وهكذا البندول البسيط. دي كلها أمثلة على الحركة الاهتزازية. علشان ندرس الحركة الاهتزازية لازم نتعرض لبعض المصطلحات، وهي ساعة الاهتزازة، الاهتزازة الكاملة، الزمن الدوري، التردد. ساعة الاهتزازة هي أقصى إزاحة يصنعها الجسم المهتز بعيدا عن موضع سكونه. بمعنى لو أنا عندي كرة البندول عند ألف، ثابتة عند ألف، وابتدت تتحرك من إيه لبي، معنى ذلك إن هي دي ساعة اهتزازة، يبقى أقصى إزاحة يصنعها الجسم الممتز بعيدا عن موضع سكونه. وبالمثل أيضا لو كرة البندول ابتدت تتحرك من A لغاية C، هذا بيدل على أنها برضو ساعة اهتزازة. بعد ذلك هنعرف تعريف الاهتزازة الكاملة. الاهتزازة الكاملة هي الحركة التي يصنعها الجسم المهتز عندما يمر بنقطة ما في مسار حركته مرتين متتاليتين. وليكن البندول اللي أمامك هيصنع اهتزازة كاملة ازاي؟ أول حركة من A ل B، ثم من B ل A، ثم من A ل C، ثم من C ل A. إذا هكذا يكون تحرك البندول اهتزازة كاملة. إذا الاهتزازة الكاملة تحتوي على كم ساعة اهتزازة؟ أربعة، أو أربع إيه إزاحات. بعد ذلك هنأخذ الزمن الدوري. إيه تعريف الزمن الدوري؟ هو الزمن اللازم او الزمن الذي يستغرقه الجسم لعمل اهتزازة ايه كاملة. لو انا هعمله مثلث، اذا الزمن الدوري هيساوي الزمن بالثواني على عدد ايه الاهتزازات. بينما مصطلح التردد اللي انا بعد عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم في الثانية الواحدة. من المثلث التردد بيساوي عدد الاهتزازات على الزمن بالثواني. طبعا دي قوانين وفي مسألة هنطبقها مع بعض. طب تعالى مع بعض نشوف الوحدات. ساعة الاهتزازة الوحدة بتاعتها المتر، بينما الاهتزازة الكاملة مثلا البندول صنع 2 اهتزازة، 3 اهتزازة، هكتب 3 اهتزازة أو 3 ذبذبة، نفس المعنى. الزمن الدوري ده زمن، يبقى وحدة القياس الثانية. التردد وحدة القياس الهرتز، أو ذبذبة لكل ثانية، أو اتش زد نسبة إلى العالم هرتز. نشوف مع بعض المسألة.
قبل المسألة نتعرض بس لسؤال علل. علل حاصل ضرب التردد في الزمن الدوري بيساوي واحد لأن كل منهما مقلوب الآخر. هنلاحظ في المثلثات السابقة إنهم عكس بعض، إن التردد عكس أو مقلوب الزمن الدوري. طب حاصل ضرب التردد في الزمن الدوري بيساوي واحد، إذن تردد الجسم المهتز يساوي المعكوس الضربي للزمن الدوري. من مضاعفات الهرتز اللي هو وحدة قياس التردد، عندي كيلو هرتز بيساوي 1 × 10^3، وميجا هرتز 1 × 10^6، وجيجا هرتز 1 × 10^9. هنشوفهم مع بعض في المسائل والتحولات. المسألة اللي هتوضح لنا كل اللي انا شرحته: جسم مهتز يصنع 300 اهتزازة كاملة في نصف دقيقة، احسب الزمن الدوري رقم واحد والتردد. انا ما ينفعش اتعامل بالدقايق، لازم احول من دقيقة لثانية. انا عندي الدقيقة فيها 60 ثانية، اذا هضرب نص دقيقة في 60 هيديني 30 ثانية. الزمن الدوري من المثلث السابق هو الزمن بالثواني على عدد الاهتزازات. طب الزمن بالثواني ده لسه جايباه 30 وعدد الاهتزازات 300، يبقى 1/10. عندك حل، عندك طريقتين تجيب بيهم التردد. احنا عرفنا ان التردد هو مقلوب الزمن الدوري، او الزمن الدوري هو مقلوب التردد. طب نفهم بقى من المسألة، انا جبت الزمن الدوري 1/10، اذا التردد ممكن اقول في اول طريقة 1/الزمن الدوري، يعني 1/1 هتساوي 10 هرتز. زميلي هيجيبها بالقانون عادي وهتطلع برضو الإجابة 10، يبقى التردد بيساوي عدد الاهتزازات الكاملة من المثلث اللي خدناه على زمن بالثواني، عدد الاهتزازات 300/30 هيساوي 10 هرتز. هتلاحظ من المسألة ان الزمن الدوري مقلوب او عكس التردد، هي اللي بتوضح. بعد ذلك الواجب، ما المقصود بالحركة الاهتزازية والتردد؟ هنتظر الإجابات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.